السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحد الفيتشرات الموجودة بالـ ES6 اللي هو الماب. الماب هو فيتشر الفكرة من عنده أنه يصنع لك أوبجكت يتكون من قيم ومفاتيحها Keys and Values، واللي هي تؤشر دائما لموضوع الأوبجكت، كون الأوبجكت يحتوي على الكي and Value. لكن كيف نجي نتعامل مع الماب؟ أول شيء خلينا نجي هنا نعملنا new file ونسميه بالmaps مثلا .js. هنا نجي نقول له var نعطي متغير my map يساوي لي، أجي أنادي على object new map والconstructor مالته قوسين هالشكل أعرف الماب. طيب الماب الجميل به أنه dynamic، ممكن تضيف له قيم، يعني تقدر تعرفه أول شيء بعدين تجي تنطي له قيم، تقول له map dot في عندك شيء اسمه and عفوا احنا اسمه my map، my map dot set. الست تضع القيم في داخلها مثل ما قلنا، شوف هنا ينطيك يقولك لازم تخلي لي key و value وممكن تكون anything. فهنا مثلا اقدر اخلي محمد المفتاح لمن لعيسى بهذا الصورة، ونفس الكلام لأي قيمة أنت تريد تضيفها في الماب 2 3 4 مثلا. هنا أنا أحمد، هنا أنا وليد، هنا أنا خالد، هنا أنا أوكي جاسم، صار جازم جاسم، هنا أنا حسن، وهنا أنا علي بهذا الشكل. فهاي طريقة إنشاء الماب. طبعا تقدر تعرف أيضا الحجم الماب سايز مالته، حجم اشقد كم عنصر يتكون. فهنا مجرد تقول لك كونسول على سبيل المثال دوت لوج وال سوري قوسين ماي ماب دوت شي عندك اتريبيوت اللي هو او بروبرتي اللي هو السايز، هذا راح يطبع لك السايز مالت الماب. فاذا جينا هنا قلنا لك كلير and node maps.js اسم الفايل maps.js enter راح يقول لك يتكون من أربعة عناصر، فعلا أربع قيم أنا خليت 1 2 3 4. هذا إذا أريد أتعامل مع الماب بهالشكل أنا أنشأها. الجميل بي إنه كل واحدة من عندهم ينطي لك key and value، ممكن هذا يكون 1 2 3 4 بهذا الصورة، ممكن يكون إذا تريد كل قيمة وتنطي له كل كي تنطي له القيمة مالته. طبعا يفيدك أيضا بموضوع اليوزر نيم اند باسورد، يعني إذا أنت عامل برنامج تطبيق وهذا التطبيق مثلا تريد تحفظ بها اليوزر نيم والباسورد، فيكون عندك الكي مالتك شنو هو؟ يوزر نيم. تمام؟ يوزر نيم. فالكي يوزر نيم شوف شنو الفاليو مالته عيسى، وأيضا مثلا باسورد والقيمة مالته مثلا هالشكل. فتقدر انه لما يعمل لوجن تحفظ هذه القيم في داخل التطبيق البراوزر او ترسلها مثلا عبر الانترنت لطرف السيرفر سايد. نوقف هنا، نكمل الدرس القادم، مع السلامة.